يوم اجمل اجمل يوم بحياتنا اليوم. عمروا لنا وشنا، بيضوا لنا وشنا، فقر للعرب كله. الحمد لله الحمد لله، فضل من الله. انت ماشي مغربي انت؟ انا لبناني، وانا شرف كتير كبير اليوم المغرب مثل العرب كله، مش بس المغرب، فخر لنا كلنا. الحمد لله. رسالة للاعبين ديال المنتخب المغربي. يعني اسود، عن جد اسود ابطال. كتير بنتشكرون على الجهد اللي عم بيعملوه، سوبر ابطال الحمد لله. صراحة المنتخب المغربي الامل فيه في كاس العالم للدول العربية، وان شاء الله كاس العالم للمغرب باذن الله. انت ماشي مغربي، منين انت؟ انا من السعودية. كتشجع المغرب؟ اكيد كل العرب ان شاء الله المغرب، الامل في المغرب. كيفاش جاك اللعب ديالهم اليوم؟ صراحة اللعب ما يحتاج، يعني المباراة ان شاء الله كاس العالم مغربي باذن الله. الركراكي راسلا فوكا. ها؟ الركراكي 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 حتى المدرب ما شاء الله تبارك الله عليه راسلا فوكا راسلا فوكا. رسالة رسالة للمدرب واللاعبين. شدوا حيلكم، كاس العالم مو بعيد عليكم، اللي باقي لكم واحد شوية وباذن الله كاس العالم مغربي. كيفاش المقابله ديال المنتخب؟ احسن مقابله، واخا ما بانوش بزاف ولكن تبارك الله عليهم، ايزون بيان جوي، ايزون اسوري، تبارك الله عليهم. والكارت دو فينال ان شاء الله. احنا كنا متادرين هاد الفرحه هذه لشحال هذه. فريمون كنا كنتسناو ياخذوا لا ريفونش مع الاسبان، فيو خسرنا معاهم ديجا في لا كوب دي مون ديال 2018، الوغ كنا كنتسناو الحمد لله. رساله للاعبين والمدرب. برافو برافو برافو، كونتينيي جوي انكور كوم سا ان شاء الله. على بروشين. المقابلة ديال اليوم. واه راه ديما المغرب. فرحوكم فرحوكم. فرحونا بزاف. اللاعبين والركراكي. الله يرضي عليهم، فرحونا، حمروا لنا وجهنا، الله يرضي عليهم، ديما المغرب. ديما مغرب وتبارك الله عليهم، وكانوا اسود ديال بصح وكانوا رجال، وان شاء الله اول فرقه عربيه غتأهل الدور هذا. نتمنى لهم ان شاء الله يدوزوا الدومي فينا ان شاء الله. كنتم متوقعين النتيجه ديال اليوم؟ وكنا متوقعينها، لان خصنا نتقوا من اسبانيا في 2018، ضروري خصنا نتقوا منها. قول لي كيفاش المقابله اليوم؟ خويا المقابله جاتني جد رائعه الحمد لله، كانوا في المستوى، ما خيبوش الثقه ديالنا، والحمد لله بقاو ديما بقاو القدام القدام. مقابله ناديه، مدرب نادي، الدوري نادي، ديما المغرب ديما المغرب. وجيبوا جيبوا البرتغال، جيبوا حتى البرازيل، ما كنخافهم حتى واحد. وديما ديما المغرب غنجيو فينا، وكاين المغرب ديما بونا، ديما بونا، كاين بونا ديما مروكو. كنا باغيين 3-1 ولكن هانا مزيانة دوك تعهون، ديما المغرب ديما المغرب. احسن ماتش شفته في الحياة هذا ما غيتنساش. فيفا الاسبان، فيفا الاسبان. واري كنا فهمتي كنفكروا في الاسبان مشيو ليها، وما كاين المغرب دابا، والمغرب والمغرب. شوف دولي دولي شوف النتيجه ديال اليوم. لا خياليه خويا بالرجوله، ما نكذبوش على الله، راه ما تتوقعش، راه ما تدخلش للعقل. الحمد لله الحمد لله على هذا الفوز هذا، والحمد لله على هذه الفرحه هذه كامله. ساعه ما بقات غربه لا والو، ما كاين المغرب والمغرب والمغرب. بس بس علاش قاتلوا اليوم؟ لا والله كان في ساش بالله. شوف دابا سينيت ليهم. شوف الركراكي كان هذا النار هذا، كان ناضي عارف يلعب بواحد الخطه كون تلعب بها، ولكن دابا عطات نتيجه. شي الركراكي الرجوله كان هذاك بانوش، والله الا حشومه عليه. ولكن شوف والله يكملوا بيان جو الدراري وبو ماتش، الله يسهل عليكم اخوتي. ايوا بانو ما كانش عليه يدخل، بانو ما كانش عليه يدخل، كيدخلوا في الاول اول حاجه. علاش ما لعبش هاد الماتشات؟ ما لعبهمش الرجوله. المغرب عاد يماركي في قطع. العز خويا قطع على يدير الخير.